ياهو ياهو مرة مرة تسلم لي شو انك شاطر شايف عشكلك مساطر تسلم لي شو انك شاطر شايف عشكلك مساطر خارب لي بيتي معترني كل ما شوفك بتوترني خارب لي بيتي معترني كل ما شوفك بتوترني معصبني اول عاخر من جامعة تتخرج شر عرباية خطرة وكرج شوف كيف لف الخس تفرج شوف كيف لف الخس تفرج بوراك تبوق بالدفاتر أكلها أول عآخر في سعر الدواء الوجع في إيجار البيت الهلعو قصدن لبسن أكلن سلعو قصدن لبسن أكلن سلعو والكل في البيت يناقر إفلاسن أول عآخر ديمقراطيا من أدو وردان الكرسي من جدو حتى تشيلو عنا بدو سحبا بالونش من الآخر حاكمنا أول عآخر مصرياتي شخا ساحة في الخارج واسترخى محسوبك عطحين الفرخة محسوبك عطحين الفرخة عدس فيه سوس ناخر جوعنا أول عآخر علينا بالبرة مستعوي أخبرني إلى أين ستعوي علينا بالبرة مستعوي أخبرني إلى أين ستعوي الله يبعد لك شي لقوي ما تلاقي حكيما شاطر رح تعلق أول عآخر يا معلم ابو شوقي اهلا ابو رمزي هيدك بدنا شي كيلو كفته غير شكل لانه بدي اعمل كفته بالصينيه انت بدك تعمل كفته ليش شو بها ام رمزي والله ام رمزي مريضه شوي وحابب ساعدها غلط ساعدها لا مش غلط بالعكس احلى كفته حبيب قلبي هون معك يا امرك يعطيك العافيه ابو شوقي اهلا كيفك اهلان ابو رمزي حبيب قلبي كيف ابو نبيل شو اخبارك الحمد لله اهلا بالجار يا هلا فيك هاي اول مره بتشرفنا شخصيا على الملحق شو فيني اخدمك بدي اعزرك بكبه بالصينيه تكون جاهزه للطبخ لا انت بدك تطبخها وين مدام هي المدام مريضه اليوم حابب بريحها شوي لا مش غلط عفاك بس انه غريبه كيف مسابه يعني مرتك مريضه ومرته مريضه مش مرتك مريضه يا ابو رمزي شوي ولك يا عيب الشوم على الرجال ولك يا عيب الشوم على الرجال مستحيين تقولوا انه نسوانكم ما طالع على بالهم يطبخوا وانتم بدكم تطبخوا عنهم كيف عرفت؟ ولك كيف عرفت؟ ما مرتك ومرته وحني عند مرتي عم بيعملوا صبحيه يلا هلا بعطيك لحمتك ولحمته ودغري على المطبخ لتحضروا الاكل لك ابو شوح ما معروف ما تعمل لي اياه مدهني لانه لانه المدام ما بتحب الدهنه بابا بتقول لك امي اذا ما طلعت لها اللحم بعجين لتروق ضيوفها رح تعمل لحم بعجين على روحك بتروح بتقول لامك ما رح اعمل لحم عجين شوف يا بنت يا هيك تكون الرجال يا بلع والله عدى وقدود بتروح بتقول لامك بقول لك البابا ما في الا صفيحه لا رجال رجال يعطيك العافية الله يعافيك شو عم تعملي؟ صحن دبولة صغير وشوي بتنجان متبل خي والله طالع عبال يلا بقى ايه أمانيا 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 شو هالصوت هيك؟ هيدا ابننا عم يدرس جوا انت اكيد عم يدرس؟ ايه اكيد طلعت عليه واذا عم يدرس ضروري يصرخ هيك؟ انا كمان مثلك استغربت فلما سألته قال لي انا ما بعرف احفظ الا هيك رح طلع ايه؟ المانيا انتصرت في الحرب العالمية الاولى على فرنسا
انتصرت المانيا في الحرب العالميه الاولى على فرنسا. شو عم تعمل؟ بدرس تاريخ. عم تدرس تاريخ؟ اه اوكي. عم بقول انا معقول غريبة الدرس. يقبرنا ان شاء الله. ارجنتين؟ 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 يا باي ارجنتين؟ الارجنتين عانت الامرين في حرب الفوكلاند. الارجنتين عانت الامرين في حرب الفوكلاند. الارجنتين عانت. عم تدرس تاريخ؟ ايه تاريخ. ايه اكيد. صار لي راسي شو التاريخ. شو بعرفني؟ اسبانيا اسبانيا الله عليك. شو اسبانيا 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 رزحت. اسبانيا رزحت تحت الحرب، تحت وطأة الحرب الاهليه. اسبانيا رزحت. شو عم تعمل هلا؟ انا عم ضيعني. اسبانيا بدرس تاريخ. شو عم بعمل؟ تاريخ؟ وعندنا امتحان بكره. شو نسيان؟ حضر الامتحان لبكره. ليش حاسس انا كانك عم بتحضر لكأس العالم؟ اه عم بدرس تاريخ. عندنا امتحان بكره ورحيه عينك يجيب لك احلى كويت. احلى كويت؟ قصدي قصدي احلى علامات. ما انت حتستي بالفوتبول كثير ونسيتني يعني. بلش شخشب لي راسي. ميسي 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 كراعي. كنت عم اقول لك نسيت تمسي لي على امي. مسي على امي الا مساء الخير. عم بقول فيليب لام. فيليب لام. فيليب لام. فيليب لام. والله لا 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 تعمش لك راسك. فيليب لام. شو هيك؟ كيف فك علي بدون ما حس؟ بدون تسلل. سامع بالتسلل؟ والله لا تشرك تطلق الطابة. فيليب لام. فيليب لام. هلا فيني اقف حدك هون بالفاي شوي؟ تفضل تفضل. ثانك يو ثانك يو. شكلك مش هون اجنبي. نو انا لبناني. لبناني. يا يا بس لهجتك اجنبي يعني شكلك عايش برا. ليش في احلى من برا؟ بس الواحد بيشتاق للطبولي والحمص بطحيني والسمبوشي. سمبوشك؟ يا حلو. طيب خبرني يعني كيف الجو برا؟ كيف العيشة برا؟ حلوة؟ شو بدي خبرك يا مان؟ بلاد غير شكل. النظام الانشورنس، شو بيسموها هاي بالعربية؟ التأمين. التأمين. ايه تأمين. تأمين. سهولة الحياة. حتى ولو ما كنت عم تشتغل يا مان معاشك بيوصل لك على البيت. على البيت؟ يا يالك يا عمي. قديش صار لك عايش برا؟ نو انا بعدني ما سافرت بس مقدم على فيزا. جود باي. لمين علمك السواقة؟ انت الطاحس وجاي بعكس السير. ليه انا محل ما بدي بمرق؟ ايه هلا بيجي الخبير وبيشوف مع مين معه الحق. ايه حيطلع معي الحق. هلا منشوف. خبير قال. يعطيك العافية استاذ. انا عامل حادث بشارع الارميد. قد ايه بدك لتوصل؟ يلا ناطرينك. شو خمس دقايق وبكون هون. ومنشوف مع مين الحق. ايه بنشوف. ايه معوق خبيرك؟ لا مش معوق. انت بجرب. طار شو وراك؟ شو ورايي؟ قد يجي معك السر وشمي ليلك كمان؟ يلا وصل الخبير. اهلا استاذ. على السلامة. الله يسلمك. تفضل شوف شو عامل. جاي بعكس السر وبيقاتل كمان. لمين السيارة؟ هيدي سيارتي. هيدي؟ سيارته. لحظة.
أهلين. حق عليك 100%. أهلاً. إلى بالسوق. يا شرف. يلا. شو هيدي؟ هيدي رخصة المسدس. هي مسدس؟ هيدا. حلو حلو حلو. طيب عامل تأمين؟ ايه طبعا. شرف. انت عامل تأمين؟ اكيد عامل تأمين. تفضل تأمين للسيارة. ايش تأمين للسيارة؟ عامل تأمين على الحياة؟ على الحياة لا. وشو بعدك ناطر لكم؟ يلا حريبي حريبي. يعطيني 2000. ولشو ال2000؟ بدي اشتري علبة دخان. وضروري السم الهيري بعدين اشتغل وجيب دخان. طيب اعطيني 40000. 40000؟ لشو ال40000؟ بدي شرش تليفوني. عفوا نسيت انك زلمي هيك رجل اعمال وإلك مكانتك بالمجتمع. ليش سعره هالصباط؟ قوم شوف زبون. قوم شوف زبون بدك يعني انا بيع على الشارع؟ لا مشان برستيجك ما بيسوى. شو ما كنت بيعونا ولا لا يا جماعه؟ بلا بلا حبيبي حبيبي هذا حقه 30000. في غير لون؟ لا هذا صباطي ما عندي غيره عم ببيعه ما في الا اللي لابسه هذا. شو عم تبيع صباطك؟ عم بيع صباطي وعم بيع ثيابي لاكل وطعمي الصبي. نعم عم تشتغل للطعم الصبي؟ ايه مش بي واجبه. لكيف تارك بيك بهالعمر يشتغل ويبيع ثيابه كمان ليطعميك بدل ما تشتغل انت وطعميك؟ هو بي اللي اسمه بي ما حكي معي هيك، انت جاي تحكي معي بهالطريقة؟ ولك روح الله يعينك على هالمصيبة، ليك كرمال بلوتك بس رح اشتري الصباط. روح الله يطول عمرك يا ادمي يا حبيب قلبي. تفضل. خليني اياك يا رب. هي 30000. تهريب العافية. حبيب القلب. الله يخليك. ليك؟ ايه يطلع لنا شي صباط على البيعة؟ ما قلت لك صباطي ما عندي غيره. ليش من شو بتشكي هالفردة؟ انت قدين نمرة اجرك؟ 43. خده. روح روح. شو يا بيي؟ ان شاء الله عجبك التليفون. كتير مبسوط فيه. يسلم ايديك يا بيي. هلا بس بدك تتصل فيي والكارت مليان. شو مليان؟ التليفون فاضي ما فيه ولا دولار يا بيي. كيف ما فيه ولا دولار؟ مثل ما عم بقول لك. بمين اتصلت؟ انا ما اتصلت بحدا يا بيي. كيف ما اتصل بحدا؟ وين راح الدولارات؟ ما تقول لي بلشت توزعهم احفادك شمال يمين او هن عم يسحبون منك بلا ما تحس. لا يا بيي ما تظلم، ما في حدا مد ايده على التليفون، الدولارات راحوا على الرسائل. اي رسائل؟ ليش لمين بعثت رسائل؟ كل اللي بعثوا لي رسائل انا رديت عليهم يا بيي. كيف كل اللي بعثوا لك اصلا؟ اصلا هذا الرقم جديد ما حدا بيعرفه. ولو شو انا عم بخترع من عندي يا بيي. اسمع مثلا هالرساله: بوتيك الجنين يعلمكم بوصول تشكيله صيفيه ل2014. امت انا كتبت له يا بيي: مع الشكر الجزيل يا ابن الناس يا اعز الناس نحن ما عندنا صغار. بس يا بيي ايه ولك هيدا شو مزوي لك هيدا يا بيي؟ قال لي صار فيك تدفع ضبط الوقوف المخالف عنا. امت قلت له انا: تسلم يا ابن الناس الله يخليك لاهلك انا ما معي سياره. كتبت له انا هيك. لك يا بيي رديت عليه؟ طبعا بده رد علي يا بيي. شو حسبني؟ شوف هيدا ما احلى يا بيي لك، بدك تحط اسمك ومعلومات عنك بس حدا يدق لك. امت قلت له اني ما بدي عزبك يا طيب يلي اهلك مربينك. لك يا بيي عم ترد على هودي الرسائل؟ طبعا يا بيي ما في ذوق وفي اخ. لحظه يا بيي اجينا رساله. لحظه. عزيزي المشترك، لم يعد لديك رصيد، الرجاء اعاده التعبئه قبل ان تخسر خطك. شفت كيف بيجوا يا بيي؟ أشكرك يا صديقي ولك مني ولعائلتك الكريمة التحيات على هذه المعلومة الجديدة علي، لأنني في أول مرة في حياتي يأتيني موبايل وأدعوك إلى فنجان قهوة. نحن نسكن في الشارع 5 من البناية 9 الطابق الثالث.
بطيخ احمر وحلو يا بطيخ عالسكين يا بطيخ قرب على البطيخ عرفوا عليهم؟ اهلا كيف البطيخ؟ الاحمر وحلو وعالسكين لا عال 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 حبيب قلبي قد ايه بدك البطيخة؟ عمي انا بدي بطيخة لكن ليه عم تسأل؟ عم تطمن عم تطمن؟ لا والله مهضوم كتير روح العلم قرب احمر وحلو يا بطيخ قرب على العسل اهلا مرحبا معلم اهلين عالسكين والبطيخ عالسكين يا بطيخ كم كيلو بدك البطيخه ولا كيلو انا ببيع سكاكين راح بجيب لك سكينه وبجي لا تجيب لي حي السكينه حاضر قرب على البطيخ احمر وحلو يا بطيخ اهلا مرحبا اهلين عالسكين يا بطيخ عالسكين؟ اي نعم بتكسر من حالك يا مجرم انا مجرم لك ايه مجرم ونص ليه عالسكين بتقلي انت ما بتعرف انه انا جمعية الرفق بالخضار جمعية الرفق بالخضار نعم ايه بدك تجيب مين يرفق لحالك حل عني ولا خلص معك رسطة قرب احمر وحلو يا بطيخ روع ورب عواش معلم اهلين شو هذا البطيخ احمر وحلو على السكين اردني ومصري اردني ومصري ايه معه فيزا بدك فيزا لانه اردني ومصري ايه تكرم عيونك احلى فيزا ولو لحظه بس قرب على البطيخ احمر وحلو يا بطيخ عالسكين يا بطيخ قرب على البطيخ احمر وحلو عالسكين قرب على البطيخ احمر وحلو عالسكين يلا كلي اشري وكلي يا ماما وأدعوك إلى فنجان قهوة نحن نسكن في الشارع الخامس من البناية التاسعة الطابق كفي كفي
لكمل. كتبه. شو يعني تحفظه؟ اكشن. طلع فيه. يا هيك تكون الرجال يا بلع. والله عدى وقدود. بتروح بتقلها لعمك بقلك البابا ما في الا صفيحة. لا رجال رجال. قرب عالبطيخ احمر وحلو عالسكين. قرب احمر وحلو عالسكين. Thank you.